جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس بنيويورك جدد التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وأوضح أخنوش في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى منذ تقديمها عام 2007 تحظى بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة. كما أبرز من جانب آخر أنه على أرض الواقع تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة تواصل ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015. وأكد رئيس الحكومة أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية. وجدد بالمناسبة إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، فوضت مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل. كما جدد أخنوش دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011 لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف. سيد الرئيس، تجدد المملكة المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وتحظى هذه المبادرة الجادة والواقعية منذ تقديمها سنة 2017 بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة. وعلى أرض الواقع تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية التي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2015، وتشارك ساكنة المنطقة بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح من خلال ممثلها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية، وتشهد المشاركة الفاعلة لساكنات الصحراء المغربية في جميع جوانبه الحياة، في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبتها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء. تجدد المملكة المغربية كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى 46 للمسيرة الخضراء دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602. وتعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستثمار هذا النزاع المفتعل الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية. كما تعرب المملكة المغربية من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر في انتهاء
في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل. وندعو مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011 لتمكين المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.